ذكر صاحب روضة العقلاء يرحمه الله تعالى ويغفر لنا، قال: إن نوحا عليه السلام لما غرس الكرمة يعني شجرة العنب جاءه إبليس فنفخ فيها فيبست، فاغتم نوح لذلك وجلس متفكرا. فجاءه إبليس وسأله عن تفكيره فأخبره، فقال له: يا نبي الله، إن أردت أن تخضر فدعني أذبح عليها 7 أشياء. فقال: افعل. فذبح أسدا ودبا ونمرا وابن آوى وكلبا وثعلبا وديكا، وصب دماءهم في أصل الكرمة فاخضرت وحملت 7 ألوان من العنب، وكانت قبل ذلك تحمل لونا واحدا، فمن أجل ذلك يصير شارب الخمر شجاعا كالأسد، وقويا كالدب، وغضبانا كالنمر، ومحدثا كابن آوى، ومقاتلا كالكلب، ومتملقا كالثعلب، ومصوتا كالديك.